السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتنا النهاردة مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هنتعرف على بعض صفاتهم وألقابهم وإن شاء الله تكون رحلة مفيدة. بسم الله. السؤال الأول، من هي أم المؤمنين التي لقبت بأم المساكين؟ هل هي سودة بنت زمعة ولا زينب بنت جحش ولا زينب بنت خزيمة؟ الإجابة زينب بنت جحش. السؤال الثاني، من هي أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات؟ هل هي السيدة عائشة أم السيدة خديجة أم السيدة أم سلمة بنت أبي أمية؟ الإجابة السيدة عائشة. السؤال الثالث، من هي أم المؤمنين التي كانت سببا في إسلام قبيلتها؟ هل هي سودة بنت زمعة أم جويرية بنت الحارث أم صفية بنت حيي بن أخطب؟ الإجابة جويرية بنت الحارث. السؤال الرابع، من أم المؤمنين التي أرسل إليها الله السلام مع جبريل وبشرها ببيت في الجنة؟ هل هي خديجة بنت خويلد أم عائشة بنت أبي بكر أم حفصة بنت عمر بن الخطاب؟ الإجابة خديجة بنت خويلد. السؤال الخامس، من كان زوج زينب بنت جحش قبل رسول الله؟ هل هو بلال بن رباح أم زيد بن حارثة أم خباب بن الأرت؟ الإجابة زيد بن حارثة. السؤال السادس، ما اسم السيدة خديجة في الجاهلية؟ هل هي الباهرة أم الماهرة أم الطاهرة؟ الإجابة الطاهرة. السؤال السابع، ما صلة القرابة بين ميمونة بنت الحارث وخالد بن الوليد؟ هل هي عمته أم خالته أم أخت زوجته؟ الإجابة خالته. السؤال الثامن، ماذا سمي العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة؟ هل هو عام الحزن أم عام الوداع أم عام الرمادة؟ الإجابة عام الحزن. السؤال التاسع، من أم المؤمنين التي كان قبرها نفس مكان حفل زفافها؟ هل هي أم سلمة ولا أم حبيبة ولا ميمونة بنت الحارث؟ الإجابة ميمونة بنت الحارث. السؤال العاشر، من هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتزوج بأخرى معها طول حياتها؟ هل هي عائشة بنت أبي بكر ولا حفصة بنت عمر ولا خديجة بنت خويلد؟ الإجابة خديجة بنت خويلد. السؤال الحادي عشر، ما اسم أم حبيبة رضي الله عنها؟ هل هي زينب بنت خزيمة ولا رملة بنت أبي سفيان ولا سودة بنت زمعة؟ الإجابة رملة بنت أبي سفيان. السؤال الثاني عشر، من أم المؤمنين التي تلقب بحارسة القرآن؟ هل هي حفصة بنت عمر ولا ميمونة بنت الحارث ولا عائشة بنت أبي بكر؟ الإجابة حفصة بنت عمر. السؤال الثالث عشر، من التي تزوجها سيدنا محمد بأمر من الله؟ هل هي صفية بنت حيي أم سودة بنت زمعة ولا زينب بنت جحش؟ الإجابة زينب بنت جحش. السؤال الرابع عشر، من هي زوجة الرسول الوحيدة الغير عربية؟ هل هي جويرية بنت الحارث ولا صفية بنت حيي ولا زينب بنت خزيمة؟
الإجابة صفية بنت حيي. السؤال 15، من هي زوجة الرسول وابنة عمته أميمة؟ هل هي زينب بنت جحش ولا ميمونة بنت الحارث ولا زينب بنت خزيمة؟ الإجابة زينب بنت جحش. السؤال 16، من من أمهات المؤمنين أكثر رواية للحديث؟ هل هي ميمونة بنت الحارث ولا عائشة بنت أبي بكر ولا أم سلمة؟ الإجابة عائشة بنت أبي بكر. السؤال 17، كم عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم التي أنجبتهم السيدة خديجة رضي الله عنها؟ 5 أبناء ولا 7 أبناء ولا 6 أبناء؟ الإجابة 6 أبناء. السؤال 18، من هي أم المؤمنين التي كانت توصف بالرأي الصائب والعقل البالغ وأشارت على رسول الله يوم الحديبية؟ هل هي صفية بنت حيي أم ميمونة بنت الحارث أم أم سلمة؟ الإجابة أم سلمة. السؤال 19، من هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي زينب بنت خزيمة ولا ميمونة بنت الحارث ولا خديجة بنت خويلد؟ الإجابة خديجة بنت خويلد. السؤال 20، من هي آخر من توفيت من أمهات المؤمنين؟ هل هي أم سلمة ولا أم حبيبة ولا صفية بنت حيي؟ الإجابة أم سلمة. ودي تفسير لبعض المعلومات اللي جت في الأسئلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى أكون أضفت لكم بعض المعلومات عن أمهات المؤمنين العظيمات اللي كانوا هيفضلوا قدوة ونموذج لكل امرأة عاوزة تترك بصمة إيجابية في حياتها وفي المجتمع. أسيبكم في أمان الله.